طب اقول لحضرتك رايي وحضرتك صححي لي. بشعر كده انه في الفتره اللي فاتت الدوله اخذت على عاتقها هم كبير جدا وتفاصيل كتيره جدا، وقررت تسد ثغرات كتيره جدا كانت فعلا موجوده، والدوله بتحاول ترجع خطوتين لورا وتسيب المساحه دي للقطاع الخاص. هل ده تشبيه قريب؟ ده تشبيه كويس، وهو ده النقطه اللي انا بعنيها، هي انه مهم جدا الحوار مع القطاع الخاص. يعني كل التجارب المعجزات الاقتصاديه كانت حاطة آلية زي اللي حطيتها رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، اللي هي مجلس لرجال الأعمال. هذا المجلس بيمثل فيه البزنس في بقطاعاته المختلفة عشان يتم التشاور فيما يتعلق بالسياسات المؤثرة عليهم، وبالتالي ما يحصلش أننا نستخدم أسلوب الترايل أند إيرور، نطلع القرار وبعدين نشوف رد فعله وبعدين يبتدوا يصرخوا ويقولوا ده قرار بيأثر علينا سلبا، فتبتدي الحكومة تراجع نفسها وتبتدي تغير. وده حصل الفترة اللي فاتت عدة مرات. فده مجلس الأعمال. في فرق بقى بين مجلس الأعمال والمجلس اللي بيحط الاستراتيجية والمجلس اللي بيراقب تنفيذ الاستراتيجية. مش لازم يحصل التداخل بين ده كله. ليه؟ أنا ما اديش الرجال الأعمال مع احترامي الشديد لهم إن هم اللي يحطوا السياسات ويتابعوا تنفيذها، لأن ده مش دورهم. دورهم هو إنه إيه؟ يراعى إنه مصالحهم تكون متحققة، لكن بما لا يضر بمصالح مثلا المصنعين الصغيرين او المستهلك او يعني كل المصالح اللي هي دور الدوله التوازن في مصالح الناس كلها. فهنا الحدود الفاصله دي لازم تبقى واضحه جدا. واحنا دلوقتي بنتكلم على بالنسبه للصناعه والمعرض بتاع ان شاء الله بكره ده، يعني نتمنى له كل النجاح. يعني ده معرض طبعا حاجه جميله جدا، بس بنتمنى انه يبقى فيه تحديد واضح. يعني مثلا اللي هيحط استراتيجيه التصنيع هي الخبراء المتخصصين، وباللجوء الى قواعد بيانات سليمه، وباللجوء لارض الواقع، لان انا ما اقدرش اعمل خطه. هو ايه مشكلتنا في اننا فاشلين في اننا نحط استراتيجيه تصدير؟ أنا وأنا في مجلس الشورى مرتين قعدت 12 سنة جات لنا استراتيجيتين للتصدير ومحطوطين في مجلدات فخمة جدا ومصروف عليهم مبالغ ضخمة. مشكلتها إن هي بعيدة عن الواقع. يعني هنعمل وهنسوي وهنعمل وهنسوي. طيب أنا دلوقتي عشان أروح من مكان لمكان مش لازم أحدد مكاني الأول عشان أقدر أقول أنا عشان اتنقل من مكان للمكان ده هاخد وقت قد ايه وطريقه ايه وهكذا. ده بقى كان مفتقد. فده اللي احنا مفترض بقى ناخد بالنا منه، ان احنا اولا قاعده البيانات عن المصانع الكبيره والمتوسطه والصغيره، وهضيف لهم والقطاع غير الرسمي. احنا هنا الكلام ده متاح. يعني ذكر في المؤتمر الاقتصادي احد التحديات توافر البيانات. توافر البيانات موجودة بس محتاجة اللي يجمعها من مصادر متعددة.